السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أهم الأمور الموجودة في حياتنا هي كيف نستطيع أن نتخذ قرار رشيد، كيف نستطيع أن نأخذ قرار في حياتنا من أجل يقودنا بإذن الله سبحانه وتعالى نحو حياة أفضل. توجد في حياتنا نوعين من القرارات، قرارات مبرمجة وقرارات غير مبرمجة. أقصد بالقرارات المبرمجة هي القرارات التي تم تخطيطها سابقا وفق إجراءات وجدولة محددة متفق عليها، إذا حصل هذا الأمر سوف أتخذ هذا الإجراء، هذه تسمى إجراءات مبرمجة. وتوجد عندنا إجراءات غير مبرمجة أو قرارات غير مبرمجة تتخذ في الطوارئ، في حالة طارئة سوف أتخذ بعض الأفكار والأساليب كسيناريوهات موجودة محتملة عندي. في التربية الرشيدة يجب أن نعلم أبنائنا على القرارات المبرمجة من خلال وضع مجموعة من الضوابط داخل الأسرة. ماذا إذا حصل أن ابني فرش أسنانه؟ ما الذي سيحصل كمكافأة؟ ماذا إذا حصل أن ابني حفظ القرآن؟ ما سيحصل عندنا كمكافأة؟ كلما زودنا القرارات المبرمجة عند أبنائنا وساعدنا أبنائنا على معرفة ما الذي سيحصلون عليه وما الذي سيعاقبون إذا اتخذوا إجراء معين، كلما ساعدناهم على تكوين شخصية مستقلة لتساعدهم هم أيضا على اتخاذ القرار. ثم نترك حيز معين أن أبنائنا يفكرون من خلال التفكير في القرارات غير مبرمجة، ونترك لهم فرصة أن هم أيضا يجربون ويكتشفون. هذا أمر يساعدنا بإذن الله سبحانه وتعالى التربية الفعالة. كونوا دوماً